شفت لنور بمحل عم يسرور وقتها كنا منعرفها على أنها أنيسة. كانت قاعدة مثل أي زبون. تعرفنا على بعض ولقتني غشين وقدرت تضحك علي. ما خطر لي إنها هيك أبداً. أي حدا غيرك بيصدقها؟ للشيطان ما بتخطر هيك فكرة. وبعدين أخذت وعرفت على كريم وفاطمة على أن رفيقتي وهذا كان هدفها. هي كان بدها أنه توصل لفاطمة وكريم عن طريقي أنا. بعدين لفهمنا هالشي ووقتها كلنا تفاجأنا بهالشي. وكيف دريتوا؟ فاطمة صار معها مشكلة وتركت البيت بعد راس السنة بيوم. بهذاك الوقت كانت علاقتها مع كريم كتير مكركبة. طبعا أنا ما كان عندي علم بهالشي. بعدين لدري أنه فاطمة تركت البيت وكريم كان جانن ورحنا ندور عليها. خبرنا الشرطة وسألنا مين إلها باسطنبول ومين بتعرف. وأثناء ما عم نسأل حالنا تذكرنا نور. بآخر فترة كانت عم تقابلها كتير. ما بتعرف حدا غيرها باسطنبول. ايه اتصلنا فيها بس أنكرت وجودها. وبهالفترة كنا عم نسأل عنها لحتى نعرف وين ساكنة هي. بعدين درينا انه وحدة ما بتسوى. اكيد انتو جنيتوا وقت وطاش حجركن وتوترتوا. ايه كتير. من ناحية نحنا كنا خايفين كتير على فاطمة منا وكريم طبعا طلع جنانه. من ناحية تانية كانت صدمة بالنسبة إلي لأنه حبيتها عن جد. أكيد انقهرت. واللي صار بعد هالموضوع بعدين فاطمة عرفت شو قصتها لنور بالضبط. وبالوقت اللي عرفنا العنوان ورحنا لنجيبها فاطمة هربت قبل ما نوصل. يا الله. ورجعنا ندور عليها. وبعدين أنا ماني متذكر فاطمة رجعت من حالة ولا كريم هو اللي لقاها ورجعها. هيك صار لك والله قصة. ايه ما عرفتي من القصة غير الجانب الحلو بس. لو بتسمع مني فاطمة لازم تكتب قصتها. بتطلع منها رواية ومنه بتطالع يلي جواته وبترتاح. عاشوا أيام صعبة كتير. مجرد سماع القصة بيقهر الواحد. المساكين كل هالشي صار معهم وكل الناس يلي اختلطوا بالقصة عاشوا أحداث كتيرة. انتي أحلى شي بقصتهم. قصدي انتي الشي الحلو بالحكاية. شكرا لك أخي. كان هو الجزء يلي ناقص مني. كنت بشوفه بوش أبي الحزين. حتى بأحلى لحظاته كان غياب أخي ضايقه كتير. بدك الصراحة طفولتي أنا كمان كانت ناقصة. بس اللحظات الحلوة يلي عشناها هلأ نستنا كل شي. اتعرفت على الشي يلي كان ناقصه لأبي وهلأ هو صار عم يضحك من كل قلبه. ايه كتير حلو. ونحنا كمان تعرفنا عليكي. بصراحة أنا كمان كتير مبسوط وسعيد بمعرفتك. وأنا كمان مبسوطة. محمد. مرحبا. أهلين. شو عم تسوي؟ ولا شي. أنا وفهمي كنا عم ندردش. أنا رحت على البيت لأنه على أساس نطلع نتمشى بس. اقعد. طيب هنيك خبرني أبوكي إنكم نزلتوا تتمشوا فقلت خليني إشي شارككم. حلو كتير. الليلة في حفلة موسيقية أنا وفهمي رايحين نحضرها سوا. مشغول شي؟ لا بس كنت حابب أقترح إنه نطلع نتعشى سوا. وعدتك تعمل كيكو كريتش. آه هاي فكرة حلوة. شو رأيك فهمي؟ ايه منروح. ايه أنت بتبلش الحفلة؟ على 9. Thank you.
فيني. كتير طيبة وطعم تحدى بتجنن، عجبتني، طيبة كتير. بتحبي الحاد؟ موت فيه. وأنا؟ سمعت السي دي؟ ايه، والأغاني اللي فيه حلوين. محمد ساوالي السي دي وحاطط بقلبه أغاني كتير حلوة، عجبني عن جد. شكرا لك يا محمد، يسلموا إيديك. منيح إنه عجبك، شكلك بتفهم بهالقصص. يعني مو كتير. والأغاني اللي سمعتني إياها مبارح كمان كتير حلوة، بس كلها إيقاع واحد. ايه معك حق. ايش هو هالتواضع؟ يا الله، وسخت ثيابي، هلأ شو أعمل؟ شكراً إلكم. أوف، انتزعت بلوزتي الجديدة، شو ساوي؟ فوتي اغسليها فوراً. بدك تروح معنا على الحفلة كمان؟ وليش عم تسألني؟ سمعتها قالت إنه رح نروح سوا. كنت مخطط نروح أنا وسيرين لحالنا. ما بدك روح معكم؟ هيك شي، أنا حاب نروح أنا وياها لحالنا. لحالكم يعني؟ إيه، وشو فيها؟ يعني أنت حاطت عينك على أخته لكريم مو؟ لا تغلط بالحكي، شو بتقصد؟ لكن ليش عم تحاول تحطي لتروح معها لحالك؟ عيب عليك. اسمعني. شو؟ هات لشوف، شو في؟ غسلتها منيح بس ما راحت، البقعة لسه في أثر، خلص بغسلها بالبيت. شو صار بغيابي؟ شو بكون؟ ما في شيء. شو بده يصير يعني؟ اطلب لك كاسة عيران تانية؟ بشرب. وانت لو سمحت هات كاسة عيران. تكرم عين. بدي اتشكركم، كتير كان حلو المشوار. وانا انبسطت برفقتك. وانا كمان. محمد، منيح انك اجيت معنا، انبسطت بجيتك. ايه، رقصنا وانبسطنا. تصبحوا على خير، بكره بشوفكم. بشوفك بكره. انا بكره رح اعرض حالي على اللجنة الطبية. صحيح، قلت لي هالحكي. وامتى رايح؟ اذا كان وضعي منيح بهالكم يوم بيجوز روح على قطعتي قبل ما تسافروا انتو. بس بالنهاية هي مو اخر مرة منلتقى فيها، اكيد رح يجي حدا فينا ليودع التاني. ليش انتو حددتوا امتى رح ترجعوا؟ بابا اللي بقرر. انا مبسوطة كتير لاني تعرفت عليكم، وهلأ اطمنت على اخي وفاطمة لانه عندهم رفقات مثلكم، ما رح يضل بالي مشغولة عليهم ابدا. وأنا كمان محظوظ لأني تعرفت عليكم. وأنا كمان. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. وأنتي من أهله. أنا بدي أروح من هذا الطريق. وأنا رايح من هذا الطريق. يلا الله معك. مع السلامة. مانك قليلة يا بنت، مزبطة أمورك مع اثنين ما؟ وشو هالحكي خالي؟ اثنيناتهم متعلقين فيكي، شو مناسبة هالحكي؟ المساكين بدهم بس رضاكي، وانتي ولا على بالك مو معبرتيهم. بترجاكي ما تحكي هيك ميسر خانو. ماشي ماشي، ليكي ما مرقتي على فاطمة؟ لا لا، ما حتى انتي قلبك بارد، كنت عملي لهم زيارة وشوفي شو عم يعملوا هلا. أهلي بالبيت؟ ايه ليكن فهم. ليكي وين الأمنية تبعي؟ بالبحر. برافو عليكي.